أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين لا يزال الحديث في هذه الآيات أيها الإخوة متصلاً عن بني إسرائيل وما حصل منهم من تكذيب وعناد وجحود ومخالفة لأمر الله ومن كذبهم وافترائهم أنهم ذكروا أن هنالك أشياء مما أحله الله قد حرمت عليهم وعددوا منها أشياء ليست كذلك ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فدعواهم بأن هنالك أشياء أخرى حرمت عليهم هذا من الافتراء والتقول على الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ويعقوب نبي من أنبياء الله وقد مرض لهذه الآية كما ذكر العلماء وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لهذه سبباً يتصل بأمر حصل من يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً وازداد سقمه فنذر لله سبحانه وتعالى أنه إن شفاه أنه يترك أكل ما أحبه من الطعام وأن يترك شرب ما أحبه من الشراب كان أحب شيء إليه في الطعام هو لحوم الإبل وأحب شيء إليه في الشراب هو ألبانها فحرمها على نفسه تقرباً إلى الله ابتغاء رضوان الله وقد كان ذلك مشروعاً في ملته فهذا هو الأمر الذي استثني مما أحله الله وأما ما عدا ذلك فهو مما يذكره اليهود من التحريم والتقول على الله فهو باطل لا أصل له وقد وردت عصابة من اليهود كما جاء في الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه فقالوا إنا نسألك عن أمور لا يعلمهن إلا نبي يوحى إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم وقال سلوا ولكن أخذ عليهم العهد أنه إن أجابهم بما يعلمون صحته في كتبهم أنهم يؤمنون بالله وبرسوله قالوا قبلنا
فسألوه عن عدد من الأمور، منها الأمر الأول وهو أنهم قالوا ما هو الشيء الذي حرمه يعقوب على نفسه، فأخبرهم أن يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فحرم على فنذر إن شفاه الله أنه يترك أكل أحب شيء إليه وهو لحوم الإبل، وأن يترك شرب أحب شيء إليه وهو ألبانها. قالوا صدقت. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألوه سؤالا آخر، سألوه عن ماء الرجل وماء المرأة، عن لون ماء الرجل وماء المرأة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن ماء الرجل غليظ أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق. قالوا صدقت. ثم سألوه كيف يأتي الولد، كيف يتكون الولد، يعني متى يكون الولد ذكرا ومتى يكون أنثى، فقال لهم إن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، يعني كان المولود ذكرا، وإن على ماء المرأة ماء الرجل أنثى، يعني صار المولود أنثى. وهذا أمر الله أعلم بحقيقته، كيف يكون علو ماء الرجل أو علو ماء المرأة، ولكن العلم الحديث الآن يبين شيئا مما يدل على ذلك، وهو أن هذه الحيوانات المنوية التي فيها الصفات، صفات الذكورة أو صفات الأنوثة، إذا تغلب ما في ماء أحد الماءين على الآخر خرج المولود موافقا للصفات التي تغلب الماء فيها. قالوا صدقت. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن، قالوا نبي عن النبي هذا الذي سيبعث في آخر الزمان كيف ينام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام واصفا نفسه كما جاء أخبره الله تبارك وتعالى بذلك وما هو حاله، أنه تنام عيناه ولا ينال قلبه. قالوا صدقت. قالوا فمن يأتيه بالوحي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام جبريل. جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، وهو الذي يأتي بوحي الله إلى أنبيائه. فلما قال لهم ذلك تفرقوا عنه بعد العهد والأيمان التي أعطوها للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيقبلون بدينه إذا أجابهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم حاضر من نفسه، إنما يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. فتفرقوا عنه، قالوا لو كان الذي يأتيك بالوحي غيره لقبلنا، يعني لو كان الذي يأتيك بالوحي غير جبريل لقبلنا، لكن ما دام جبريل لن نقبل. جبريل كما يقال هو عدو اليهود، عدو اليهود. لماذا عدوهم؟ لأن جبريل هو الذي يأتي بالعذاب بأمر الله سبحانه وتعالى على الأمم التي تهلك، فهم يعلمون هذا، فهو عدوهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عداوتهم لجبريل هي عداوة لدين الله، هي إنكار لوحي الله وإنكار لعلم الله تبارك وتعالى وقدره. فتفرقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بأمر لا يعلم إلا من قبل الوحي، وهو موجود عندهم في كتبهم، فكان الأجدر والأولى بهم أن يؤمنوا لأنه موافق لما عندهم، لكنهم لم يقبلوا بذلك وتفرقوا. فالله سبحانه وتعالى يعيب عليهم وينعى عليهم، قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هذا الذي جاءكم به محمد عليه الصلاة والسلام موافق لما عندكم، وهو لم يأتي به من عند نفسه، إنما جاء به من الوحي،
فإذا خالفتم ذلك فأنتم ظالمون، تعلمون الحق وتخالفونه. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: قل صدق الله. الله قوله هو الحق وهو الصدق، الذي أنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، والذي أنزله على رسله وأنبيائه قبل ذلك هو الحق، وهو موافق لبعضه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مر معنا في الدروس الماضية أنهم قالوا اليهود، قالت اليهود بعضهم ادعى أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى ادعوا أنه كان نصرانيا، فالله رد عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم هو أبو الحنيفية السمحة، والحنيفية هي ملة الأنبياء جميعا، فإن كنتم صادقين فاتبعوا ملة إبراهيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا أردتم النجاة وإذا أردتم الصدق هو هذا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا مناسب لذكر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى البيت، وإبراهيم هو الذي نادى بالنسك، بنسك الحج بأمر الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. من بناه؟ بناه إبراهيم، هو أول بيت وضع للناس. هل هو أول بناء يبنى على الأرض؟ لا، الأبنية كثيرة، ولكن البيت الذي بني من أجل العبادة هو هذا البيت، هو الكعبة هذه التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ببكة، بكة من أسماء مكة والبلد الحرام والمسجد الحرام، ها، وأسماء كثيرة لها. بكة هي اسم من أسماء مكة، مباركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى، أنزلها في هذا المكان الطاهر بعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى. وهدى للعالمين، جعله أمارة الهداية في هذا الكون. المسلمون يستقبلونه في صلاتهم، والمسلمون يأتون إليه لأداء النسك، وتجتمع قلوبهم على طاعة الله في هذا المكان، فهو هدى، هو منارة للهداية في هذا الكون. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن الأدلة الدالة على قدسية هذا المكان وعلى حرمته وعلى عظم شأنه عند الله، أن فيه آيات، أن آيات بينات في هذا البيت، منها مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ما هو؟ مقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه لبناء الكعبة. عندما ارتفع البناء احتاج إلى شيء يعتلي به حتى يستطيع أن يكمل البناء، فهو هذا الحجر. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الحجر، وهو هذا المقام الموجود الذي ترونه الآن، حفظه الله سبحانه وتعالى علامة على قدرته، وعلامة على صدق أنبيائه، وعلامة على ما كان عليه إبراهيم من إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا فيه إشادة بهذا المقام، مقام إبراهيم عليه السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا خلفه على قدر الاستطاعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم آية، لكن ما هي الآيات الأخرى الموجودة في هذا المكان؟ فيه آيات كثيرة. من هذه الآيات ما ذكره الله سبحانه وتعالى من وجود البركة في هذا، من هذه الآيات ماء زمزم، من هذه الآيات الأمن الموجود في هذه البلدة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها.
من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد وحرم قطع الشجر والحشيش في هذا البلد إشعاراً بالأمن وتوطيداً لدعائم الأمن في هذا المكان. من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب الخلق المحيطين بهذا المكان وفي هذه الجزيرة تقديس هذا المكان، قدسية هذا المكان أمر مستقر في قلوبهم. فكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ولا يتعرض له تقديساً لهذا المكان، لا يجوز أن تهتك حرمة الحرم. ولذلك العلماء ذكروا أمرين: الأمر الأول أن يحدث الإجرام من شخص معين خارج الحرم ثم يلتجئ إلى الحرم، فهذا لا يجوز أن يعتدي عليه أحد ولا أن يتعرض أو يتعرض له ما دام في الحرم، لكن إذا خرج شأنه شأن بقية الخلق. وأما إن وقع الأمر الثاني، إن وقع الإجرام من شخص في الحرم نفسه فإن هذا يقتص منه ويؤخذ بجريمته، لكن الذي يأوي إليه إلى الحرم طلبا للأمن هذا لا يصح من أحد أن يعتدي عليه أو أن يسوءه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم وتاريخ إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة، وقبل من بدايته عندما جاء بابنه وهو رضيع ووضعه هو وأمه في هذا البيت وأمه في هذا المكان المقفر الموحش ثقة بالله وتوكلا عليه ويقينا بوعده، كل هذا دليل على هذه إشارة إلى هذه الآيات وهي كثيرة في هذا المكان. ومنها ما قاله الله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. آية عظيمة، بلد مقفر ليس فيه من أسباب الزراعة ولا من أسباب الحياة شيء، لكن تجد فيه كل شيء، ثمرات الدنيا كلها موجودة في هذا، الأطعمة، الفواكه، الملبوسات، كل شيء تجده في هذا البلد بأمر الله وقدره سبحانه وتعالى. يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذه كلها آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، واحدة من هذه الآيات. فيه مقام ومن دخله كان آمنا. هذا الكلام كله لماذا؟ قصة بناء البيت وهذه الآيات البينات تمهيد لماذا؟ تمهيد لما سيأتي بعده من فرضية الحج على المسلمين. هذه العبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين وجعلها أحد أركان الإسلام، ما هو المكان اللائق بها على وجه الأرض؟ ما هو المكان الذي يليق بها؟ لا يليق بها مكان على وجه الأرض إلا هذا المكان، هذا المكان الآمن، هذا المكان الذي اجتمعت فيه الخيرات والبركات وظهرت فيه هذه الآيات، هو الأليق بهذا. والله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، ولكن هذه كلها أيضاً إقناع للخلق لمن أراد الهداية. لماذا كان الحج في هذا المكان؟ لكل هذه الأمور، لكل هذه الأمور. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي أول فرضية الحج على المسلمين، فرضية الحج على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان الحج موجودا منذ أن بنى إبراهيم عليه السلام البيت، إبراهيم عليه السلام بنى البيت وأمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، بعد أن بنى البيت وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض أحاديثه أنه يعني رأى عندما نزل في واد اسمه العقيق، قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام يلبي على جمل أحمر خطامه من ليف، يقول:
يلبي وله جؤار بالتلبية، يعني يرفع صوته بالتلبية. هذا كله دليل على أن الحج كان موجودا قبل هذه الأمة، فالله سبحانه وتعالى جدد هذه الفرضية وألزم هذه الأمة بهذا الركن العظيم، جعله أحد أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تأويل لهذه الآية من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، يعني هذا أمر مفروض لازم على الناس جميعا لا يستثنى أحد، لكن من تحققت فيه الأوصاف الوجوب من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقبل ذلك لابد أن يتحقق فيه شرط العبادة، شرط تأهله للعبادة، أهلية العبادة. يعني المجنون والصبي لا يجب عليهم شيء، لكن من كان مكلفا يجب عليه الحج إذا كان استطاع ممن استطاع السبيل إلى هذه الديار المباركة. من استطاع إليه سبيلا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة. هذا كلام يعني جميل يصلح لتطبيقه في كل الظروف وفي كل الأحوال وفي كل الأزمنة. من استطاع إليه سبيلا، لأن هذه الاستطاعة أمر عرفي. الاستطاعة هذه الشريعة ما وضعت لها ضوابط محددة، لكنها ذكرتها، فتطبيق هذه الاستطاعة بحسب أحوال الناس وبحسب أعرافهم، بحسب أعرافهم. من استطاع إليه سبيلا، يعني من وجد زادا يناسبه وراحلة تناسبه توصله إلى بيت الله وجب عليه الحج. طيب، الآن أعداد كبيرة جدا في العالم الإسلامي، المسلمون الآن يتجاوزون 1.3 مليار، يعني 100,000,000,000، عدد كبير جدا، أكثر من هذا. هؤلاء كلهم كيف يأتون إلى الحج؟ كيف يمكن أن يحج هؤلاء؟ كلهم بحسب استطاعته. طيب الزاد والراحل، يمكن أن يكون هناك أناس كثر عندهم الزاد وعندهم الراحلة لكنهم لا يستطيعون المجيء. لماذا لا يستطيعوا المجيء؟ لأن الأعداد التي تأتي للحج محددة. بعض البلاد الإسلامية سكانها 350,000,000 وبعضها 280,000,000، كيف يمكن؟ هذه بلد واحد، كيف يمكن لهؤلاء أن يحجوا؟ فلذلك وقع الاتفاق في هذا الزمن مع حكومتنا، حكومة هذا البلاد وفقها الله، والتنسيق مع حكومات العالم المسلمين الإسلامي أن تكون الحج بالنسبة، نسبة الحجاج إلى عدد السكان، فيأتون إلى هذا المكان. طيب الذي يجد الزاد والراحلة ولكن لم يتمكن من حصول التصريح، هذا ما استطاع إليه سبيلا، لو مات لا يؤاخذ لأنه لم يستطع سبيلا إلى الحج. وهذه مسألة قد يغفل عنها أناس كثيرون، وهي قضية استطاعة السبيل. يظن أنه الحج يحج كيفما اتفق ويأتي بأي طريقة، ولا بد أن يحج إذا توفرت فيه الشروط. والمرأة المسلمة كذلك، لكن يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم أو الزوج لو كانت غنية لكنها لم تجد محرما أو ليس لها محرم، لا يجب عليها الحج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقضية السبيل هذه الآن أوسع بكثير من ما يفهمه بعض الناس، أنه مجرد أن يجد طعاما ولو يسيرا يوصله إلى هذا. لا، القضية أكبر، تطورت الأمور الآن، وسائل النقل تغيرت، وسائل السكن تغيرت،
هنالك أشياء أخرى، أمور صحية وأمور نقل وأمور اجتماعية وأمور اقتصادية، أمور كثيرة جدا تتعلق بهذا. هذا كله إذا كان واجدا للسبيل فائضا عن حاجاته الأصلية. يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي للحج وأن يترك أسرته تهلك أو تحتاج أو تفتقر أو تحتاج إلى سؤال الناس. لا، لا بد أن تكونها أن تكون الزاد هذا أن يكون فاضلا زائدا عن حاجة أهله وعن حاجة من يعولهم، إذا كان له أولاد أبوه أمه عنده خدم، لا بد آلة عنده مصنع يشتغل أو محل تجاري يرتزق منه، لا بد أن يؤمن لهؤلاء كلهم ما يحفظهم ويقوم بهم حتى يعود إليهم. هذا قضية من السبيل. طيب إذا الإنسان ما تمكن لا يؤاخذه الله، لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما لا استطاعة له فيه. بل إن العلماء في الأزمنة الماضية جعلوا من نفقة الحج نفقة قطاع الطريق، الخفارة اللي يسمونها، كانت تسمى الخفارة. يعني في بعض البلدان في الأزمنة الماضية كان الحاج يمرون في الطريق، ومعروف في بعض الطرقات جماعات من قطاع الطريق لا يتركون لأحد أن يمر إلا بأن يدفع إتاوة. فإذا كان الحاج مستطيعا، هذه من نفقات الحج أيضا تضاف، من نفقات الحج، قال العلماء بها في الأزمنة الماضية الخفارة الطريق، هذه أيضا من النفقة. فإذا لم يكن مستطيعا لدفع هذه الخفارة لا يجب عليه الحج. من استطاع إليه سبيلا، والمقصود هو زيارة هذا البيت، والمقصود هو عمارته بهؤلاء الطائفين والمصلين والمتعبدين والناسكين وذبح الهدايا والضحايا في هذه الأماكن المباركة، هذا كله من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذبح الهدايا والأضاحي في هذه البلاد، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، هو الذي يطعم الخلق وهو الذي يرزقه. لكن كما قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه دليل على سخاوة النفس والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى أنه يبذل هذا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني الذي يجد الزاد والراحلة ويتمكن من الحج ولا يحج والعياذ بالله، هذا يعني إذا كان منكرا لهذا الأمر خرج من الدين، قال خلاص أنا أتصدق أنا أنفق لا أحتاج أنا حج له، لماذا أذهب في الازدحام وأتعرض للأمراض وأتعرض للمتاعب، ما في حج خلص ما في حج. لا، من كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا تغني العبادة هذه عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه العبادة لو كان الخلق كلهم على أتقى قلب رجل واحد فيهم ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيهم ما نقص ذلك من ملك الله. لكن هي أعمال الخلق يحصيها الله ثم يوفيهم إياها. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. تعود الآيات للتنكيل والتقريع لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كل هذا موجود عندكم، فلماذا الكفر به؟ لماذا الإنكار؟ لماذا الجحود؟ والله شهيد على أعمالكم هذه وعلى كذبكم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لم تصدون عن سبيل الله؟ همكم صرف الناس عن الدين الحق وإضلالهم، وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي هذا ظاهر شاهر في هذه الأزمنة. هذه الجمعيات التنصيرية التي يعني تجوب بقاع الأرض شرقا وغربا وفي كل الاتجاهات وتتقصد
بلاد المسلمين ومجتمعاتهم لإخراجهم من دينهم. لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ لم تصدون؟ المفترض فيكم أن تكونوا أول من يسعى لتعبيد الناس لربهم وإدخالهم في هذا الدين. تبغونها عوجا، تريدون التحريف وتريدون التغيير، وأنتم شهداء، أنتم تعلمون الحق، تعلمون بما في كتبكم أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق، وأنتم شهداء على هذا، وما الله بغافل عما تعملون. لا تظنوا أنكم بهذا التحريف وبهذا الإنكار والجهود والجحود أن الله يغفل عنكم، وما ربك، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون غافلا. ثم وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب بعد ذلك للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه طاعة الكفار، طاعة الكفار ليست مما يقرب من الله سبحانه وتعالى. الكفار اليهود والنصارى كما قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء لا يريدون الخير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ربما يظن بعض الناس في ذلك الزمان أن هؤلاء عندهم علم، وأن هؤلاء أهل رسالة، وأن لهم نبي وكذا، وهم يعني لا يتكلمون إلا من واقع حقيقي يشهدون به. ولكن الأمر الذي ذكره الله أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكذبون وغيروا ما في كتبهم، ولكن بقيت في هذه الكتب التي بين أيديهم بقيت فيها إشارات كثيرة تدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صحة دينه. في هذه الآية أيضا دليل على الإنصاف الذي تميز به كلام ربنا تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ما قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن من أهل الكتاب من يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى امتدحهم، لكن الذين يوجه إليهم الذم من؟ هؤلاء الذين يريدون تحريف الكلمة عن مواضعه، ويريدون إخراج الناس من الدين الحق إلى الدين الضال. ثم الله سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف يمكن أن تقبلوا بما يلقي به هؤلاء إليكم وآيات الله تتنزل عليكم وفيكم الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تأتي بعد ذلك الآيات تذكر بما يثبت الإنسان المسلم على دينه، بما يثبت الإنسان المسلم على دينه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله، وأمر المؤمنين جميعا بالتقوى. لكن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. شروط التقوى هذه لا بد أن يسعى الإنسان المسلم لتحصيلها. اتقوا الله حق تقاته، كما جاء في الأثر: أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما البطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. هذه التقوى الحقيقية هي التي تصحح عملك وتوجه قصدك لما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من مات على غير الإسلام فلا حظ له في الآخرة، مصيره إلى النار. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى وإن حصل من الإنسان تقصير أو تفريط أو إساءة، لا بد أن يراجع دينه حتى ولو في آخر حياته ليلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك.
قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية نزلت كما ورد في سبب نزولها في أمر حصل بين الأنصار، بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان في المدينة، وكان بينهما من النزاع والحروب والقتال وسفك الدماء شيء كثير، مكثوا على ذلك سنين متطاولة، ما جمع بينهم وما ألف بين قلوبهم إلا الإسلام. عندما دخلوا في الإسلام أصبحوا أمة واحدة. ما هو الاسم الذي أصبح يطلق عليهم؟ الأنصار، المهاجرون الذين جاءوا من مكة، والأنصار في المدينة. من هم الأنصار؟ هم الأوس والخزرج. ما عادوا يسمون الأوس والخزرج، يسمون الأنصار. هذا الاسم الذي سماهم الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الأنصار. هذا الأمر لا يعجب الشيطان ولا يعجب أعداء الدين. الذي يعجب الشيطان ويسعى إليه التفريق، التفريق بين المتحابين. فكان الأنصار إخوة جميعا، تناسوا ما بينهم من الإحن والحروب والبغضاء والفتن وأصبحوا إخوة متحابين. فغاض ذلك اليهود وأعداء الدين، فبعث بعض هؤلاء، بعث رجلا يجلس بينهم، بين الأنصار، بين الأوس والخزرج، يذكرهم بأشعار وتواريخ وأمور حصلت في الماضي، وفي ذلك اليوم انتصر الأوس وفي ذلك اليوم قتل من الخزرج كذا وكذا. فتذكروا بسبب هذه المكيدة، تذكروا ما كانوا عليه، وعادوا إلى الحمية الجاهلية وتصاولوا وتقاولوا، ثم تواعدوا في مكان للنزال. تواعدوا، نحن أفضل، أنتم أفضل، نحن قتلنا منكم. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك فجاءهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا كلام انتهى أمر الجاهلية وانتهى ما كان بينكم في الماضي. وهذه النعم التي أنعم الله بها عليكم إذ كنتم أعداء، اذكروا نعمة الله عليكم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار، كنتم كفارا فهداكم الله سبحانه وتعالى الإسلام، وأصبحتم أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله عليكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بذلك فتباكوا حتى خضلت لحاهم من الدموع، تذكروا أنهم أخطأوا وأنهم خرجوا. وهذا دليل على أن الإنسان معرض لكيد الشيطان، لا ينبغي للإنسان أن يأمن من كيد الشيطان. الإنسان المسلم يجب أن يكون على حذر من عدوه. العدو الأول هو الشيطان، يجب أن يكون على حذر من عدوه، لأنه يتتبع غرته، يريد أن يوقع به. هؤلاء الأطهار، هؤلاء الأنصار، يوسوس لهم الشيطان ليوقعهم ويخرجهم، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، فكيف بغيرهم ممن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام معهم ولم يحضروا ولم يشهدوا هذه المواقع؟ فلذلك لا بد لكل إنسان مسلم أن يكون حذرا من كيد الشيطان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم تأتي الآية التي بعدها تؤكد على المسلمين ما يجب عليهم الالتزام به، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا الأمر الذي تميزت به هذه الأمة،
الأمر الذي تميزت به هذه الأمة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف هذا لا تخطئه أفهام المسلمين، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله وما تدل العقول السليمة عليه على حسنه، هذا الأمر المعروف. والمنكر ما خالف شرع الله وما تأباه الطباع السليمة، هذا كله من الأمور المنكرة. فلا بد للأمة المسلمة من أن تكون مهتمة بهذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، يعني أن يكون في الأمة من يذكرها بالخير، من يعظها، من يهيجها لعمل الخير وعمل المعروف والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، من يأمرها بالمعروف، من ينهاها عن المنكر. ولكثرة ما ورد في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. كان الإسلام خمسة كما جاء في الحديث، لكن بعض العلماء لكثرة ما ورد في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان أهميته عده الركن السادس من أركان الإسلام، يعني لأهميته ووجوب الالتزام به. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الفريضة الاجتماعية التي تحث الناس على الخير وتكفهم عن الشر، ولو أن الناس التزموا بهذا كل في خاصة نفسه وكل فيما يستطيعه لانقمعت المفاسد ولا أقبل الناس على الخير. وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الملل الأخرى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. يرى الرجل الصالح منهم أخاه على الفساد وعلى ما يغضب الله، ولكنه يجالسه ويؤاكله ويشاربه وينادمه. فلذلك يعني استوت الأمور عند هؤلاء، إذا كان فعل الإجرام يستوي مع فعل الطاعة والعبادة ما بقي في الدنيا خير. لكن الأمة المسلمة هذه هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح فيما وراه الإمام مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا، وهذا الخطاب موجه لعموم الأمة، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى التغيير بالقلب؟ أن الإنسان يتغيظ في داخله ويتمعر وجهه، أنه يرى المنكر ولا يستطيع تغييره، ينكره، يخالفه، لا يحبه، لكن لا يستطيع تغييره. هذا أقل الدرجات. لكن من استطاع أن يغير بالقول أو استطاع أن يغير باليد، وهذه مراتب لكل فئة في المجتمع ما يصلح منها. فالتغيير باليد لولاة الأمر، يرون الناس مثلا على منكرات، الذي يستطيع أن يكفهم عن ذلك أو يعاقبهم عليها هو ولي الأمر، وهذا جزء من المسؤولية التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. والتغيير بالقول هو ما يعني واجب العلماء العارفين، العلماء هؤلاء الراسخون هم اللي يبينون الناس الحلال والحرام والصواب والخطأ هذا. لكن كل إنسان مسلم لا بد أن يكون له نصيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وهذا دليل على أنه واجب كفائي على الأمة، مفروض عليهم فرض كفاية على الأمة. لو قصروا جميعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأثموا جميعا عند الله تبارك وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يلزم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأخذ الإنسان عصا غليظة يضرب بها المخالفين أو أن يشتم، لا لا، بالمعروف، بالمعروف، الكلمة الطيبة صدقة، والتذكير بالعبادة. يعني لو رأيت إنسانا بقرب المسجد لا يصلي تذكره: يا أخي صلي، جزاك الله خيرا، يكتب الله لك الأجر، وكذا، أنت تقوله ويأتي من بعدك ويقوله ومن بعدك، فيمر ثلاثة أو أربعة على هذا المقصر فلا يجد
بعد ذلك وسيلة إلا أن يقوم فيصلي أو أن يغيب عن طريق المسلمين، فلا يرون أحدا مقصرا ولا متخلفا عن الصلاة. وهكذا في باب المنكرات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء هم المخالفون، هؤلاء هم أهل الكتاب الذين تفرقوا في دينهم بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لهم، أنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله فخالفوا، وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا العذاب الذي ينتظرهم والوعيد الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب مخالفتهم ونكوصهم عن أمر الله. متى هذا اليوم العذاب العظيم؟ بعض من العذاب قد يقع في الدنيا، ولكن كثير من الناس المخالفين لا يأتيهم شيء في الدنيا، لكن العذاب العظيم متى؟ في يوم القيامة. متى؟ قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بياض الوجوه وسواد الوجوه في هذه الآية ليس المقصود به لون البشرة، لون البشرة هذا أمر لا خيار للإنسان فيه، لأنه من قدر الله الكوني، خلق هذا أبيض وهذا أحمر وهذا كذا، هذا كله وهذا أسود، هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. لم يختر الإنسان أباه ولا أمه ولا لونه ولا صفاته، كل هذه مقدرة عليه. إذن الكلام متجه لماذا؟ بياض القلوب، بياض الأعمال، هذا هو الذي: إن الله لا ينظر إلى صوركم الحديث ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية أو وأعمالكم. هذا هو الذي محط نظر الله تبارك وتعالى، ومحط القبول أو الرد عند الله تبارك وتعالى. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم هؤلاء أهل النار والعياذ بالله. ها؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ كيف كفروا بعد إيمانهم؟ لأنه أخذ الله عليهم العهد وهم في أصلاب أمهاتهم، وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ها؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني جزاء وفاق، ليس ظلما، حاشا الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الذين بيضت وجوههم، بيضت قلوبهم، بيضت أعمالهم، وافقوا شرع الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذا مقابلة بين حالين، وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم المقابلة بين هذه الأحوال المختلفة: نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، عذاب الكافرين يعني جزاء الكافرين وحسابهم، ورحمة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الطيب والخبيث. هذا كله تجد المقابلة بينه، ليكون العاقل على بصيرة من أمره، يرى هذا ويرى هذا حتى يختار ما يناسبه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا الأمر الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله بأنه أنزلها عليه بالحق، ليس فيها ضلال ولا كذب ولا مخالفة ولا افتراء. وما الله يريد ظلما للعالمين، لا يظلم ربك أحد، هذه التي بينها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام هي بيان للأمة كلها، لأن القاعدة عند العلماء أن ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة كلها، إلا ما خص الرسول عليه الصلاة والسلام، في أحكام اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قليلة، وهي قليلة، لكن بقية الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام والأمة فيه سواء. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ما يجري في هذا الكون، ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية وقرب وظلم وإنصاف وعدل وخلاف، كل ما يجري في هذا الكون مسجل كله بعلم الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء، وإلى الله ترجع الأمور. في يوم القيامة كل سيلقى جزاءه، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول
فيتبع أحسنه، أن يهدينا سواء السبيل، وأن يمكن لهذا الدين في الأرض، وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير.